السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم في معنا يا شباب شاشة رود ماستر رام 4 ذاكرة 64 تدعم أبل كاربلي. طبعا مركبينها على نيسان اكسترال. هذه الشاشة. طبعا أبل كاربلي مع شغال عنده اليوتيوب اللي بدون إعلانات تم تثبيته. طبعا شغال كل تحكمات الوكالة شغالة. هذا تحكم الدركسون. هذا شغال تحكم الدركسون. وكل شيء شغال معنا. طبعا تم تركيبه مع تركيب كاميرا خلفيه بالله رجالي على الريوس. طبعا هذا الكاميرا الخلفيه واضحه افصل الريوس. طبعا يا شباب هذا الشكل الجديد اللي نزل من رود ماستر حبينا بس نذكركم ايش المواصفات حقته. هذه هي المواصفات كما تلاحظوا بالكرتون. طبعا نظام اندرويد اللي هو اصدار 10 اندرويد والمعالج ثنائيه نواه زايد سداسية النواة. سرعة المعالج 2 جيجا هرتز. طبعا هذه لسه جديدة نزلت في رود ماستر. هذا في أحدث الشاشات اللي نزلت. برضو تدعم خاصية كاربلي. ذاكرة داخلية 64 رام 4 جيجا. يقول لك تحتوي على خاصية الجوال عكس الجوال اللي هو الانعكاس ميرور لينك والواي فاي بلوتوث راديو. هذا بمقاس 10 انش. طبعا في منها مقاس 9 انش. طبعا تركب على جميع السيارات في 9 وفي 10 باختلاف الديكور او على السيارة نفسها. طبعا اللي هي الدقة اللي هي 1228 في 720 1080 بيكسل. تدعم الخرائط ثلاثية الابعاد. تدعم ذاكرة خارجية بسعة 128 أو فوق 128. تدعم كاميرا أمامية وخلفية. تدعم التحديث بعض البرمجيات أونلاين يعني تتحدث تلقاي أونلاين نقدر نحدثها أونلاين. طبعا هذه المزايا الجديدة اللي في رود ماستر. طبعا إضافة إلى الضمان سنتين وشركتها متواجدة في كل مكان. وهذه أعلى فئة من رود ماستر هذه الجديدة. حبينا نوضح لكم مواصفاتها وكذلك تركب على جميع السيارات زي ما كلمناكم اللي هي منها مقاس 9 للسيارات التي ديكوراتها 9 انش وكذلك 10 انش. الرجال اشترك في القناة متابعة كل جديد. اخوكم ابو الوي.